السلام عليكم، ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وكويسين. قبل ما نتكلم في الفيديو بتاع الليل عن اي حاجه، هاخد دقيقتين بس هتكلم فيها عن قصه سريعه، او القصه كلها هختصرها في كلمتين، واللي هي هقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مريم. بالنسبه للناس اللي عارفين مريم هيكونوا عارفين انا قلت حسبي الله ونعم الوكيل ليه. بالنسبه للناس اللي ما عارفين مريم دي منو وقصتها شنو، هديكم ريكاب سريع كده عن الموضوع. مريم دي واحده سودانيه مقيمه هنا في كندا، طلعت في جريده كان عامله انفستيجيشن عن الوضع بتاع السودان اسمها ناشونال بوست. فالزوله الظريفه ديت اول كان الحيده طلعت في الجريده وقالت انه السودانيين بيستغلوا المساعدات اللي بتتقدم من الحكومه الكنديه بطريقه سيئه، وانه الموضوع مسبب لها ازعاج. وفي نفس الفيديو الزمنيه اللي نزل فيها المقال او البوست اللي هي عملته في الصحيفه بتاعت ناشونال بوست، التقديم اللي كان خاص بالسودانيين اللي هو كامتو كندا على السرنيس، لو ضغطت على اللينك او دخلت الموقع هتلقوه ان شاء الله. ما اعرف هل هي عندها علاقه بالموضوع ولا لا، لكن انا بس نفسي افهم كيف زول سوداني شايف الوضع بتاع السودان اكتب مقال زي ده انه الناس قاعده تستغل الموضوع بطريقه سيئه، او انه الموضوع مشكل لها ازعاج. مشكل لها ازعاج دي بس انا حابب افهمها كيف. هل هي مفتكره انه مثلا حيجيبوا الناس من السودان ويقعدوا عندهم في البيت، ولا حيشيلوا من المعاش بتاعه والمرتب بتاعه ويصرفوه على الناس دي؟ كيف زول سوداني شايف الوضع بتاع السودانيين، وكيف الناس حاليا مره بظروف كعبه قدر شنو، وانه الناس كلها بس عاوزه تكون في مكان امان انه يكتب بوست زي ده او يكتب مقال زي ده؟ يعني اليد في المويه ما اعتقد زي اليد في النار. فما حابب اتكلم عن الموضوع كثير، بس حابب اقول لك حسبي الله ونعم الوكيل اذا انت كان عندك علاقه بالموضوع بتاع انه الفيزا الخاصه بالسودانيين اتشالت بسببك انت. المهم الفيزا حيكون الجزء الثاني او بارت 2 بخصوص نقطتين كنت اتكلمت عنهم في الفيديو اللي فات. الحاجه الاولى بتاعت انه هل الفيزا كانت فاتحه بخصوص السودانيين عندهم مقارب في كندا بس، ولا ممكن كل الناس يقدموا عليها؟ والحاجه الثانيه بتاعت البايومتريكس او الفينجر برينتس اللي هي برضو كنا نتكلم عنها في الفيديو اللي فات. لان انا حاليا بتكلم عن النقطه دي ثاني، وحتى انه الفيزا حاليا قافله او ما شغاله، لانه في ناس لسه بترسل لي حتى بعد الفيزا قفلت بتقول لي لا يا اخي الفيزا دي طلعت للاقارب بس، هل انا واصل في الاجراءات ولا لا؟ وفي ناس ثانيه بيقول لك لا مقتنعين تماما انه الفيزا دي اي زول ممكن يقدم عليها. طيب بما انه الناس متقسمه لشريحتين، شريحه مقتنعه انه الفيزا دي للاقارب بس، وشريحه مقتنعه انه الفيزا دي اي زول ممكن يقدم عليها، خليكم من كلامي انا وخليكم من كلام اي زول على السوشيال ميديا بيقعد بيطلع بيفتي في المواضيع بتاعت اللجوء والهجره ديت، خليكم من كلام اي زول. بكل بساطه اذا انتوا عاوزين تجي على كندا ريحوا دماغكم والموضوع سهل تمام. انا هديكم طريقتين تقدروا تريحوا بها بالكم تماما بالنسبه للفتي وبالنسبه للكلام الكثير اللي بيتقالوا عشان تريح دماغكم في اي حاجه بتتقال، سواء كان في الفيزا اللي فاتت او في وكان في فيزا جايه لقدام. اول حاجه خلينا نحسم الموضوع بتاع الفيزا اللي فاتت. مع الفيديو ده في الصندوق بتاع الوصف هخلي لكم رابط، اضغطوا على الرابط ده حتمشوا تلقوا الحكومه الكنديه منزله خبر بخصوص الفيزا بتاع السودانيين اللي كانت فاتحه خلال الفتره اللي فاتت. كاتبين انه الفيزا دي خاصه بالسودانيين، كندا بتقدم دعم للسودانيين بخصوص الفيزا دي، وانه اي زول ممكن يقدم عليها. من المتطلبات ومن الشروط انه لازم يكون عندك قريب هنا في كندا، لكن اذا ما عندك قريب في كندا انت برضو ممكن تقدم على الفيزا دي، لكن حتضطر تدفع المبالغ الماليه المطلوبه. يعني بكل اختصار اي سوداني اي زول ممكن يقدر يقدم على الفيزا دي، لكن الفرق شنو بين الناس اللي عندهم مقارب والناس اللي ما عندهم مقارب؟ اذا عندك قريب في كندا عنده الاقامه الدائمه او الجنسيه انت حتكون معفي من الرسوم. اذا ما عندك قريب هنا قاعد في كندا عنده الجنسيه او الاقامه الدائمه انت حتكون متكفل بالرسوم. ده الفرق، لكن كل الناس بتقدر تقدم على الفيزا دي، فالناس ما تختلط في النقطه دي. وبعد ما تشوفوا النقطه دي وتتاكدوا بنفسكم في الرابط نفسه هتلاقوا انه الرابط ده خاص بالاخبار بتاعت كندا. ففي الاخبار بتاعت كندا هتلاقوا فوق في بحث او سيرش ممكن تكتبوا السودان. لو كتبت السودان بس هيجيب لكم كل الاخبار المطلعه الحكومه الكنديه بخصوص الوضع بتاع السودان. فاوتوماتيكلي اذا طلع اي خبر جديد بخصوص الفيزا بتاع السودانيين اللي كانت طالعه ديت، او بخصوص اي فيزا ثانيه جديده عندها علاقه بالسودان هتلقوها في الاخبار هناك. فالحاجه اللي ممكن تعملوها خلال الفتره الجايه انكم كل يوم او كل في يومين كده تقوم تخش الموقع بتاع كندا الجزء بتاع الاخبار تكتبوا السودان وتشوفوا اذا الحكومه الكنديه نزلت قرار جديد بخصوص الفيزا اللي كانت طالعه جديده ديت، او بخصوص اي فيزا ثانيه. هذا المقياس احنا ممكن نعمل الحركه الظريفه ديت مع اي خبر بيطلع جديد. يعني اي زول بيطلع بيقول لنا والله يا جماعه في فيزا طلعت جديده بالنسبه للسودانيين، او في فيزا طلعت بالنسبه للوضع الفلاني سهل وما من غير متطلبات والكلام اللي احنا بنشوفه طوالي ده، خشوا طوالي الموقع بتاع كندا، خشوا الجزء بتاع الاخبار اكتبوا سودان، او اكتبوا نفس المحتوى بتاع العنوان بتاع الفيديو شفتوه او الخبر شفتوه اكتبوه في الاخبار. اذا كلامنا صح هتلقوه هناك، اذا ما صح ما هتلقوه هناك بكل بساطه. وفي ناس برضو كان مستغرب كيف ان انا قلت الفيزا دي فاتحه لكل الناس قبل ما انا اقول المعلومه اللي فاتت ديت.
بكل بساطة يا جماعة، انتوا لو دخلتوا، انا ما اعرف الناس لما دخلت الموقع ده كان بسمع 100 عشان تقدر تحصل النقطة بتاعت انه كم تو كندا السودانيز، وفطت كل التفاصيل اللي هي كانت في اللي هو وما قرت اي حاجة وضع الحاصل شنو. بس لكن في الاول لما تضغطوا انه يعني اول تفصيلة بتلاقيكم اول سؤال بيسألوكم ليه انه انت عاوز تمشي ليه فيزا. فالفيزا بتاعت كم تو كندا السودانيز كانت مدرجة تحت الفيزا بتاعت الزيارة او الفيزا بتاعت الترانزيت. يعني الفيزا بتاعت الترانزيت او الفيزا بتاعت الزيارة عندها كمان كذا نوع انت ممكن تقدم عليه، لكن كم تو كندا السودانيز كانت تسهيلة كده عشان يكون شنو بالنسبة للناس اللي عندهم اقارب، وبالنسبة للناس اللي عاوزين تسهيلات في انه يكون محفوظين من الرسوم ممكن يخشوا عن طريق الفيزا دي. لكن انت كسوداني برضو ممكن تقدم على الفيزا بتاعت الزيارة او الفيزا بتاعت السياحة او الفيزا بتاعت الترانزيت بطرق تانية برضو مفصلة تحت الفيزا بتاعت الزيارة، فما لازم تكون فيزا كم تو كندا السودانيز بس. فزي ما قلت لكم اذا سمعتوا اي خبر او سمعتوا اي حاجه ريحوا راسكم تماما وخشوا الموقع بتاع كندا، شوفوا الخبر اذا موجود هناك، وبكده تكونوا اتاكدتوا من صحه كلام الناس. وحاولوا برضو اجتهدوا يعني اجتهدوا بطريقه شخصيه انكم تخشوا الموقع بتاع كندا فتفتوه كده. في حاجات كثيره وتريكات كثيره ممكن الناس تعملها، بس معارف انه في حشو ممكن يكون بالنسبه للناس صعب، واذا مثلا حتى موضوع اللغه صعب للناس ممكن الناس تزعل بعض، جوجل ترانسليتر الحركات الظريفه ديت كلها. وزي ما قلت لكم مبسوط جدا ان الفتره فارت الناس كان بتساعد في التعليقات وبتشارك انه والله انا عملت كده وسويت كده والطريقه الفلانيه كده. بس يا جماعه خلونا نكون واثقين من اي كلمه بنكتبها واي كلام بنقوله، لانه يعني الناس ممكن تمشي على الموضوع ده وممكن تضيع زمن بتاع زول او تفاصيل زي دي. فاتمنى النقطه دي كده تكون بقت واضحه للناس كلها. النقطه الثانيه بتاعت البايومتريكس، كان السؤال دائما بيكون انا قدمت على البايومتريكس او انا عملت البايومتريكس او انا حعمل البايومتريكس لكن سمعت ان الفيزا حاليا قفلت، فهل انا واصل في الاجراءات ولا بعد داقي في لحد هنا لانه ما حيكون في امل في الموضوع، وهل لو جاني رفض بيأثر علي لقدام ولا لا. طيب بالنسبه للناس اللي حاليا قاعدين في مصر او دول الخليج بشكل عام وكانوا يتواصلوا معي بيسالوني انه هل الفيزا حاليا سمعنا انها قفلت، هل نواصل في الاجراءات، هل نعمل البايومتريكس ولا نكسر الحنك؟ بكل اختصار ما حتخسر اي حاجه، يعني انتوا اصلا حاليا موجودين برا السودان وقاعدين مراكز جنبكم، ولا حتدفعوا لهم اللين في انكم تعملوا البايومتريكس، معفيين من الرسوم اذا عندكم اقارب والتفاصيل اللي كلها. وحتى اذا مثلا انتم حاسين نفسكم ما مستوفيين الشروط لكن جاتكم الرساله بتاعت البايومتريكس قدموا عليها، بعدك حتشوفوا اذا جاكم قبول جاكم رد والتفاصيل اللي كلها حيرسلوا لكم انتم الخطوه الجايه شنو حيحصل شنو بالضبط. اما بالنسبه للناس اللي قاعدين بالسودان ده التخوف حيكون منهم، هل انا مثلا حطلع من السودان عشان اسافر مصر وادفع مبلغ فلاني او اسافر دول الخليج عشان اشوف مثلا اقدر اعمل البايومتريكس وبعد ذاك يطلع انه مثلا الموقع حاليا قفل او التقديم حاليا قفل واكون خسرت قروش في الفاضي؟ فبس ده حيكون السؤال. لكن بالنسبه للناس اللي قاعدين اصلا برا ما حتخسروا حاجه، قدموا وواصلوا وشوفوا الموضوع بعد ذاك حيكون عامل كيف. المشكلة بخصوص التقديم ده زي ما احنا كلنا عارفين دي فيزا جديدة طلعت، فما في مثلا في الموقع بتاع كندا معلومات او ناس قدموا عليها قبل كده معلومات انه والله المدة الزمنية حتكون عاملة كيف، الخطوات حتكون عاملة كيف، الريت حيجي بتين، حيكون شكله عامل كيف. لكن الحاجة الوحيدة اللي احنا بنقدر نستفيد منها انه في ناس قدمت اصلا وعملت البايومتريكس وبتشارك معنا المعلومات. فمثلا في ناس تواصلوا معاي قالوا لي انهم عملوا البايومتريكس وبعد ذلك جاهم خطاب تاني انه طالبين منهم الجوازات بتاعتهم، وفي ناس جاهم رفض. ففي اي زول شاف الفيديو ده يا جماعه يشارك معنا المعلومات انه حصل شنو بالضبط، وخصوصا الناس اللي وصلوا الخطه بتاعت البايومتريكس وبعد البايومتريكس جاهم الريت كان شكله عامل كيف، جاهم بعد مده قدر شنو. دي حاجات حتكون مفيده لكل الناس عشان الناس تقدر تجهز حالها، ويا ريت الناس توضح لنا اذا كان مثلا قدمت على اساس عندهم قريب في كندا، وهل اذا عندهم فعلا قريب في كندا. يعني كل الاسئله اللي كانت مطروحه خلال الفتره فارت والناس اللي كان عندها فيها دايلما ونقاش حيكون جميل جدا لو الناس شاركت معنا تجاربها الخاصه. وبشكل شخصي زي ما قلت لكم انا برضو مقدم لزول من افراد الاسره، فاذا في جديد حاشارك معكم طوالي. وحتى الناس اللي كانوا مقدمين السابقين نبي خطوات وعملوا البايومتريكس اصلا وجاهم رد في الخطوات الثانيه، اذا في زول شارك معي الخطوات اللي هو مر بها او تفاصيل هو مر بها بخصوص التقديم حقوم اشاركها معاكم. وخلونا برضو كلنا نعمل زي ما قلت لكم في الاول الموقع بتاع كندا الجزء بتاع الاخبار، اذا في اي ابديت بالنسبه للفيزا كانت خاصه بالسودانيين او غيره، او اذا كان في اي تسهيلات من الحكومه الكنديه حتكون موجوده هناك، الناس تكون متابعه وانا كمان حكون متابع. اتمنى النقطتين دول كده بيبقوا واضحين لكل الناس. فزي ما قلت لكم اول وثاني وثالث ورابع اذا في اي زول عنده معلومه الناس تشاركها، وخصوصا اذا متاكدين منها. نرجع ونقول تاني حسبي الله ونعم الوكيل يا مريم، اذا كانت علاقه بانه السبب هي بتاعت انه الفيزا بيقفل حاليا، فما قدر اتجاوز الموضوع ده صراحه لاي سبب من الاسباب. فبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى لكم التوفيق لكم كلكم ان شاء الله يا رب، ولحد ما اشوفكم في فيديوهات جايه.